السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتي خواتاتي الأعزاء، تحياتي لكم أينما كنتم. اليوم غادي نشارك معكم واحد العود من خيرات أسفيك، اللهم بارك، جيب السلوم عطلع. مهم الإخوان، بتاريخ 24 فبراير 2022، هذا الخير هذا اللهم بارك اللي قدامكم برقي، وانتم كتشوفوا كل شيء قدامكم الإخوان بلوريقات ديالو، مشارك ناضي ومقيد دابا في المباراة. اللي بغاه مرحبا، اتواصل على الرقم ديال السيد والله يسخر الجميع. مهم بالنسبة للثمن ديالو، طالبين فيه 2 مليون أونص، 2 مليون أونص، واللي بغاه يعيط. العود انتوما شتو، تبارك الله عليك. والفيديو ديالو قدامكم، وكلشي كتشوفه الاخوان، وحنا ما علينا الا اي حاجه توصلنا بها كنبارطاجيوها معكم. عود زين تبارك الله، عنده 10 سنين في السن ديالو، العود مليح، الوقفه شاد، العنق زوين تبارك الله، وهادشي اللي كيبان ليا. وانتوما داكشي اللي كيبان لكم عاود تاني في التعليق الاخوان. 2 مليون لونس كما قلت لكم الاخوان هي 25 ألف درهم، واللي بغى يتوكل على الله. وكل شيء قدام عينيكم، العود انتم شفتوه، واللي مهتم بالامر يمشي عند السيد او يتواصل معه في التليفون، ومن الاحسن اللي مهتم فاش كيمشي كل شيء كيبان ليه. هاك اضرب، تبارك الله، اللهم بارك، والله يسخر الجميع، الله يخمر تبارك الله. ها هو 10 سنين كيبان بحالو بحال الجدع تبارك الله. هاد التصويره اللي قدامي، التصويره اللي قدامي من هاد الجهه هذيك على يدك اليمين كيبان ليا بحال الجدع، اللهم بارك، والله يسخر الجميع. وتحياتي لكم ودوزوا بخير الى فيديو قادم، واستودعكم الله. كما قلت لكم لوريقات الاخوان، لوريقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان والاخوات، مرحبا بكم معنا فيديو جديد مع قناتكم عبد الفتاح بوبكري. وتحياتي للاخ اللي قال لك انت دي الفلوس وحنا تقول قناتنا، شكرا لك بزاف، حنا بارك علينا، ربحنا متتبعين، هذا هو الفضل، وربحنا ناس قلوبهم طيبه، هذا هو كل شيء. المهم هذا هو العود الاخوان اللي دخل سوق تلات، هاد تلات لا وتلات الاخر لا وتلات اللي قبل منه، المهم راكم شفتوه. هذا راه مازال ما تبعش، اللي كانت عطات فيه 5 ديال المليون، عاد توصلت بصوره ديالو جديده وبارطاجيتها معكم. اللي مهتم بالامر يتواصل مع السيد، هو كانت عطات ليه 5 ديال المليون وطالب 10 ديال المليون، المهم اللي باه مرحبا، النمره قدامكم، تواصلوا، والله يسهل لكل واحد، والله يدير تاويل الخير، والله يحفظكم ويحفظ لكم الوليدات والبنيات وكل ما عزيز عليكم. واللي شاف هذا الفيديو مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجير. واش الجير ولا الصبغه؟ زير زير الجرس. لا انت قول الصبغه احسن. يفعل الجير الزير زير، انا كنعرف الزير هو اللي كيديروا فيه السمن شحال هادي، الناس باش ما كيبغيوش يبركوا على ويتابونا وعلى التشكريف اللي فيه هاد العكله. يفعل جير، يفعل زر الجرس ويتابونا معنا باش يوصلوا الجديد ديالنا. وتحياتي لكم جميعا اينما كنتم، سواء داخل الوطن او خارج الوطن، ربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان والاخوات، تحياتي لكم اينما كنتم واينما تواجدتم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هاد الجدع هذا من اجود الخيول لاصحاب الاختصاص، اللي بغى مرحبا الاخوان ديال لي كونكور والسلالات، السلالات الزوينه في المغرب، ولد فوسفور وحفيد وكال، اللي بغاه مرحبا الاخوان، وكال من احسن الخيول اللي داز في المغرب. وكال هو حفيد فهد الاصيل، حفيد فهد الاصيل، اب ام فهد الاصيل هو وكال. مهم باش تعرفوا هاد الشيء، تبارك الله، اللهم بارك الاخوان، من مواليد 2020، هالكارطة ديالو كل شي فيها، خوتو ديما هم كلاسيين الأولين الإخوان. واللي بغا يتواصل بالسيد، الثمن ديالو 3 ديال المليون ونص، اللي بغا مرحبا. هاي السلالة، ها هو فوسفور، ولد فوسفور، باش تعرفوا شنو كاين، باللي الكارطة داكشي مسوكر، ماشي كنجيبو الأسماء من هنا، باش تكون مصداقية، راه المصداقية هي اللي كدوم الإخوان. وتحياتي لكم. مهم
بالحالة المدنية ديالو، البيديغري، ها هو الأب ديالو، فوسفور، كل شيء موضح قدامكم الإخوان. حنا كنبارطاجيو معكم أي حاجة توصلنا بها، ما كنبغيو نبخلو عليكم بتا حاجة ولا نزيدو شي حاجة من راسنا، باش أي حاجة بارطاجينا معكم تلقاوها في الكناش وتلقاو كل شيء هو داك مضبوط وناضي. باش نزيدو لقدام، وتحياتي لكم وشكرا لكم بزاف، الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم وبنياتكم وكل ما عزيز عليكم، واللي ما عندوش ربي يرزقو الذرية الصالحة يا ربي. وما ننساوش اللي مريض الله يشافيه، واللي ميت الله يرحمه ويوسع عليه، والله يعطينا الشتاء على قد النفع، والله يكون في عون الكسابة، والله يكون في عون الجميع. ربي يحفظكم كاملين، دوزوا بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان والاخوات، تحياتي لكم اينما كنتم واينما تواجدتم. هذه جدعه للبيع، المرقد قرسيف اللي بغاه مرحبا، سنان الحليب سون بيبا كاينه عند كما قال السي دريس ولد باب الله، تحياتي لي وتحياتي لجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن. مهم بالنسبه للثمن الاخوان، على الله والبيديغري عامر، البيديغري ديالها عامر، جدعه مغيزه مليحه ناضيه. مهم اللي بغاها يتوكل على الله ويتواصل بالسي ادريس، والله يسخر لكم الاخوان، وانتظروا واحد الفحل موراها ان شاء الله، غادي نبارطاجيه، غادي ندير ليه فيديو ديالو بوحدو، والا عجبكم راه الى عجبتكم راه كتواجد في قرسيف، وحتى هذاك اللي غادي نعاود نبارطاجي معكم كونوا في الموعد هو كيتواجد في قرسيف. وتحياتي لكم جميعا، وتحياتي للناس قرسيف والناس المغرب الجزائر خاوة خاوة، تحياتي لجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان، معكم عبد الفتاح بوبكري. هذا هو الفحل اللي قلت لكم قبيلات، عنده 5 سنين، كيتواجد في قرسيف، اللي بغاه مرحبا. انتم اللهم بارك، الترخيص ديال الهداده و5 سنوات وباقي على الله الخوت، لوريقات ناضي، اللي بغاه مرحبا، هاهو قدامكم، يتواصل بالسي ادريس ولد باب الله، والله يسخر الجميع. مهم بلوريقات ديالو والترخيص الهداده، واللي بغاه مرحبا، والله يسخر لكل واحد الاخوان، والله يحفظنا ويحفظكم، والله يدير شي تاويل ديال الخير ان شاء الله يا ربي. الحمد لله على امطار الخير اللي تسقطات، الحمد لله ونشكروه عليها، يلقاو البهايم ما ياكلو، والله يكون في عون الكسابه والفلاحه، والله يدير تاويل الخير للجميع. هذا ما كان الاخوان، دوزوا بخير، والى فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، شكرا لكم بزاف بزاف، ربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان والاخوات، تحياتي لكم اينما كنتم، معكم عبد الفتاح بوبكري، الله يفتح علينا وعليكم ببال الخير، نهاركم مبروك الاخوان، تحياتي لكم. هاد العوده الاخوان للبيع، بيرسو اونغلي اللي بغاها مرحبا، السلاله الانجليزيه، كاتول خيول عاليين، سلاله مزيانه. المهم اللي بغاها مرحبا، عوده مفرطه شويه، واللي بغاها يتوكل على الله، الرقم قدامكم الاخوان، والله يسر لكل واحد، وتحيتي لجميع المتتبعين اينما كانوا. مهم المرقد ديال العوده بوزنيقه، واللي بغاها يتوكل على الله الاخوان، عوده دهمه كتولد خيول عاليين، وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، والله يسر امورنا واموركم، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المتتبعين اينما كانوا، سواء داخل الوطن او خارج الوطن، ربي يوفقكم وربي يدير تاويل بالخير، والله يوفق الجميع ودوزوا بخير، والى فيديو قادم. ما تنساوش خوكم من الدعم، الله ييسر لكم الامور ويفرحكم دنيا واخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان والاخوات، تحياتي لكم اينما كنتم واينما تواجدتم. اجيو تشوفوا مع عبد الفتاح بوبكري ديما الجديد من خيرات بوزنيقه. هاد العود كان سبق لي وبارطاجيت الصوره ديالو بوحدها، دابا صوره او فيديو باش يبان لكم الاخوان. هاد العود هذا زياده 2009، مشارك داخل دار السلام، عود حار، اللهم بارك وزيد في ذلك، ديال المقدمين، المقدم راكب عليه في الصوره، والله يسخر الجميع.
بالنسبة للثمن الإخوان، الإخوان مازال ما تعطى فيه والو، مازال على الله اللي بغاه يتواصل بالسيد والله يسخر الجميع. أي حاجة كنبارطاجيها معكم، المهمة ديالنا كتسالي ملي كنحطو لكم الفيديو أو الصورة، كيبقى لكم نتوما إلا عجبتكم الحاجة تواصلوا. وهذا مكان الإخوان، والله يدير تاول بالخير، وتحياتي للجميع. والله يجيب لي شي خيمه كبيره، والله يخمر عود زياده 2009 كما قلت لكم، عود حار، اللهم بارك. ها هو قدامكم، هانتوما شوفوا في الفيديو بلا سناح ديالو، وشوفوا مركوب راكب عليه المقدم. وتحياتي لجميع المقدمين داخل وخارج ارض الوطن، تحياتي للجميع. المهم انتوما شوه، يلا الاخوان ها واحد الصوره ديالو غنبارطاجيهم معكم في الاخير. والله يسخر الجميع ودوزوا بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم على التشجيعات وعلى التفاعل، الله يوفقكم والله يدير تاول بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خوتي خواتاتي العزاز، تحياتي لكم اينما كنتم واينما تواجدتم. هذه المره هذه الوجهه قرسيف، توصلنا من واحد السيد في قرسيف بهذه الجدعاده، مازال ما قفلش الاخوان، مازال ما قفلش بالوريقات ديالو، ما قفلش العام. ملي كتسمعوا مازال ما قفلش يعني 10 شهور او كتكون 11 شهر او 9 شهور، مازال ما قافلش، هي مازال ما قافلش العام. المهم ها هو جدع قدامكم الاخوان، كما قلت لكم الوريقات ديالو، بالنسبه للثمن ديالو مازال ما عطاوش فيه، مازال على الله. يعني ملي كتسمعوا مازال على الله، راه مازال ما تعطاتش فيه شي حاجه. اللي بغاه النمره قدامكم ويتواصل على الرقم، والله يسخر الجميع. هادشي اللي كتسالونا، توصلنا بفيديو كنبارطاجيوه، هاد الهضره طلعت لكم في الراس، فيديو ولا ماشي فيديو، المهم سمعتوا هاد المعلومات هادي كامله، النمره قدامكم. وندوزو دابا اللي عنده شي بوني الاخوان يتواصل معايا، بوني داك اللي كيكون كاين بوني او دوبل بوني، اللي عنده شي بوني يتواصل معايا على الرقم 0638 38 34 10. كنطلبوا مني واحد الاخ خاصو بوني، مهم اللي بغا يصيفطو ليا نبارطاجيه ليه، أو هادي أو لا نعطيه النمرة ديالو ويهضر معاه. المهم بوني يكون ملون، اللي عنده يتواصل على الرقم. غنعاود معاكم الرقم ديال الإخوان 0638 38 34 10، هذا الرقم ديالي، والرقم ديال اللي كيبيع هاد الجدعادة اللي قدامكم في الصورة راه هو حاطو مكتوب، اما هذا مسموع اللي قلت لكم انايا باش نكونوا واضحين. الله يسخر الجميع، والله يدير تاول بالخير، والله يحفظ لكم وليداتكم وبنياتكم، والحمد لله على امطار الخير اللي تساقطات بمدينه الخميسات وربما طاحت في مدن اخرى. نتمنى التوفيق للجميع، والله يسخر الجميع، والله يكون في عون الكسابه يا ربي، ويكون في عون الجميع الناس كاملين بهم، والله يدير لينا ولكم اللي فيها الخير. ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم أينما كنتم، خوتي خواتاتي العزيز، ربي يحفظكم.